يعني زي ما كنا بنتكلم الطقوس تقريبا طقوس الاحتفال بعيد الفطر هي طبعا في كل ايا كانت الجنسيه طقوس المسلمين دايما بتكون واحده فكره الاحتفال صلاه العيد والفطار والاطفال اللي بيحتفلوا بالعيد والاسر اللي بتبقى حريصه انها تؤدي صلاه العيد كلها واحده الحقيقه وكلها اجواء بتحسسك بفرحه تقدر تخليك تكمل حبه كده وانت مبسوط. ده حقيقي جدا. وهي يعني خليني اقول لكم برضو ان اجواء العيد زي ما تابعنا في محافظات مصر كانت واحدة صلاة العيد في التجمعات والساحات الرئيسية اللي خصصتها المحافظات، بهجة الأطفال، توزيع البلالين، توزيع الهدايا، خطبة العيد، جلبيات البيضة، كل المظاهر العيدية دي. بعد إذنك العيدية أهم حاجة. محمد الخطيب مراسلنا عمل لنا تقرير في مدينة بدر كيف كانت صلاة العيد وما هي أهم المظاهر المصاحبة لي. خلينا نشوف التقرير ونرجع مرة تانية. بساحة صناع السعادة بمدينة بدر أدى المصريون صلاة عيد الفطر المبارك وسط حالة من السعادة والبهجة، معبرين عن فرحتهم وامتنانهم لله أن بلغهم هذا اليوم المبارك بالتهليل والتكبير. احنا الحمد لله دي ثالث أو رابع احتفالية نعملها هنا. الحمد لله كرنفال كبير جدا زي ما حضراتكم شايفين. دي الساحة اللي تم افتتاح مشروع السيد الرئيس للإسكان الاجتماعي. المنطقة اللي احنا كنا واقفين فيها ديت كانت منطقة صحراء من 5-6 سنين بالظبط. النهاردة الحمد لله احنا مستهدفين النهاردة أكتر من 45,000 مصلي مواطنين من مدينة بدر. تبدأ الاحتفالات في الشوارع المصرية بعد صلاة العيد حيث يتبادل المصلون التهاني ويعم السرور في كل مكان، كما يقوم البعض بزيارة الأقارب والأصدقاء. والله استعدادنا للعيد يعني تبقى فرحة وبهجة مع الأسرة، بنصلي العيد بعد كده بقى بنزور الوالد والوالدة وبنقابل كل الأحباب والجيران والصحاب يعني، وكل سنة طيبين يعني. بنستعد إن احنا من امبارح هنا في الساحة بنفرش عشان خاطر الناس تصلي، وجايين عشان متطوعين كلنا هنا عشان خاطر عايزين نشوف الفرحة في وش الناس. حزب مستقبل الوطن ومجلس الأمناء في مدينة بدر، العيد في بدر حاجة تانية. والله نيجي نصلي احنا واسرتنا هنا الحمد لله كل سنة، الاستقبال هنا كويس جدا والناس منظمة بصراحة بطريقة يعني كويسة وجميلة جدا بصراحة، ويعني بتبقى حاجة مشرفة بصراحة مدينة بدر يعني. العيد هنا يعني ما شاء الله فرحته كبيرة جدا. فأنا فرحان جدا بعيد الساحة، أول مرة أعيد في الساحة الكبيرة. أحلى استعداد وأحلى حاجة عملها السيسي والزعيم. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. كل سنة وحضراتكم طيبين، وكل سنة وكل الأمة الإسلامية بخير، وكل سنة وغزة بخير وشعب غزة بخير. ولا أول سنة ليا بدر ومبسوط جدا جدا بالأجواء ومبسوط جدا بالعيد. كل سنة وحضراتكم طيبين والشعب المصري كله بخير. كل سنة وأنتم طيبين والشعب المصري كله بخير، وشايفين الانجازات اللي احنا فيها، وشايفين الاسكان الاجتماعي، واحنا بخير وبلدنا بخير وفي امن وامان. تعد صلاة العيد من اهم المناسبات الدينية حيث يجتمع فيها المسلمون للاحتفال بانتهاء شهر رمضان وبداية عيد الفطر المبارك. انا من السودان. الحمد لله والله لا احلى عيد في الدنيا. كل سنة وانتم طيبين وربنا يبارك للشعب المصري كلهم واحسن شعب في الدنيا والله. كل سنة وانتم طيبين وكل سنة طيب للرئيس وعيد سعيد عليكم وتحيا مصر تحيا مصر. كل سنة طيبين وبجد اهل بدر كلهم طيبين، ويا رب دايما البلد بتاعتنا من تقدم لتقدم طبعا، وحاجة فرحة للاطفال وفرحة للكبار بصراحة، وحاجة كويسة جدا. بنشكر كل الناس المسؤولة اللي عملوا الحاجة الكويسة دي، بجد حاجة محترمة جدا. ويا رب دايما كده في كل عيد فرحانين كلنا. العيد جميل جدا جدا هنا في بدر طبعا، والتجمع الحلو، ونشكر كل القائمين على التنظيم. وكل سنة وسيادة الرئيس بخير ومصر كلها بخير إن شاء الله. كل سنة حضراتكم طيبين، مصر بخير وأعياد سعيدة الحمد لله، ودي جايزة من عند ربنا عيد الفطر، وإن شاء الله في أعياد تانية، أعياد إخواتنا المسيحيين. كل سنة وأنتم طيبين، وكل سنة وإحنا طيبين، وكل سنة ومصر بخير يا رب. بالتهليل والتكبير احتشد ملايين المصريين في كل محافظات مصر لأداء صلاة عيد الفطر المبارك في مشهد يؤكد على قوة تلاحم أبناء هذا المجتمع الواحد. وكل عام وأنتم بخير.
محمد الخطيب، التلفزيون المصري. بنشكر زميلنا محمد الخطيب، وبنشكر كل اللي شاركوا، الناس اللي اتكلمت على غزة والناس اللي من السودان. مشاعر واحدة، الأمة العربية والإسلامية جسد واحد. ولما الناس بتدعي لغزة، والناس بنشوف حتى أبناء الجاليات المصرية، أبناء الجاليات السودانية في مصر، وبنشوف كل المشهد ده في نسيج واحد، حاجة عظيمة جدا. طبعا يا مصطفى بكل تأكيد، يمكن كمان بالإضافة لكلامك الحقيقة نقطة مهمة جدا، وإحنا بنتابع هذا المشهد من مدينة بدر. مدينة بدر للأسف كانت مدينة عشوائية، وكل اللي جرب وراح مدينة بدر قبل كده هيشوف مشهد مختلف تماما عن هذا المشهد اللي احنا شفناه مع حضراتكم دلوقتي. مختلف تماما، مستحيل كنت تستوعب ان هذا المكان او هذه المنطقة ممكن تتحول لمنطقة بهذا الشكل. مساحات خضراء موجودة، مدينة ذكية ومدينة جديدة، ترفيق وخدمات على أعلى مستوى، حتى المباني السكنية أيضا مختلفة بشكل كبير جدا. فمهم قوي ان احنا نتابع ونعرف اللي بيحصل طول الوقت، ايه اللي بيحصل طول الوقت عندنا. واحنا كنا بنعاني من آفة رهيبة الحقيقة، فكرة المدن العشوائية او الاماكن العشوائية اللي كانت موجودة، لما لقي مشهد يعني بهذا الجمال يا مصطفى، ده كمان يعني يستحق الإشادة ويستحق ان احنا نفرح بيه كمان. ده حقيقي جدا. يعني حد يقول لك الجمهورية الجديدة عملت ايه؟ بص عملت ايه من كم الطرق اللي اتعمل. احنا كان عندنا مخطط ان احنا نعمل حوالي 4000 كيلو، النهاردة عدينا أرقام قياسية في الطرق، وعندنا أيضا قضاء كامل على كل المدن والأماكن العشوائية. ما بقاش فيه اللي تقدر تقول عليه أو أماكن تخاف أنك تروح، الحمد لله كل الأماكن دي تم السيطرة عليها.